انتوما هونيا؟ عسلامة عسلامة الأولاد، سامحوني سامحوني، كنت نعمل في شوية سبور على خاطر سمعت اللي الرياضة مهمة برشا لصحة الإنسان، تحبوا تعرفوا علاش؟ أيا سيدي شدوا عندكم. من فوائد الرياضة المحافظة على اللياقة البدنية، تعاوننا باش نقصوا في الميزان، تحسننا في التركيز، تخليك ديما في حالة نفسية جيدة، تعلمك الروح الرياضية وتنمي فيك لسبري دو جروب، وزيدا نجم تكون فرصة باش تنميلك مواهبك وتسقلها وتدخل عالم الاحتراف وتولي لاعب كرة قدم مشهور وإلا ملاكم معروف أو عداء تحطم كل الأرقام القياسية. وسبور وحده ما يكفيش، باش تحافظ على بدنك لازم تكون معها ماكلة متوازنة ما فيهاش برشا سكريات ودهون وفيها برشا بروتيين اللي نلقاوها مثال في الدجاج ولا العظم. ولازمنا زيدا نواظبوا على ماكلة الخضرة والغلة، وكما يقولوا العقل السليم في الجسم السليم. أيا توا نقولكم باي باي، وإينا نتقابل معاكم الجمعة الجاية في معلومة جديدة. توا وقيت باش نمشي نكمل السبور متاعي.